كافيين معكم فقرات عالم الصباح، وفي عنا مسابقة الدربكة رح نعرف عنها أكثر، ونذكركم لكل الأشخاص اللي ما بيعرفوا عن مسابقة الدربكة بي جيل توب مع جون. يا حلولة تذكرتي إنه اسمها جيل توب، يعني بعد ست أشهر شغل ما بعرف كيف. أنا بحب أنت تدخل معي هيك فجأة تكون موجود تقول جيل توب، بحب أسمعها منك بس ما بعرف كيف بعدني مضاين معها ست اشهر بعد ما جنيت. بقى هلا اليوم عنا ثاني متسابق معنا ياسر. كيفك ياسر؟ تمام ياسر زمط على الحفه 18 سنه، نحن 19 ما بنقبل، يعني رولا ما بعرف نطلعها مره على الجيل توب كمان معنا. اول مخلوق بيخلق بالمريخ اللي طلع معنا. هلا تنذكركم بمسابقه الدربكه رح نحضر فيديو صغير عن المتسابق اللي كان معنا اخر مره، بس نرجع نذكركم، نرجع نجي نتعرف على ياسر، بيلعب لنا ياسر، وكمان عنا سيربريز بالاخر لنسحب الاسامي، رح يطلع المتسابقين اللي معنا. رولا شطتني الوراق ومش قبلانه انه ترجع ترد لي هون انه انا اعمل السحب، قال هي بتسحب حدا وهي بتسحب حدا وبعدين نحن بنسحب بعض. بنحضر الفيديو هلا وبنرجع نحكي ياسر ونشوف موهبته على الدربكه. هلا المتسابق معنا شو كان اسمه رولا؟ روني. روني. عنا متسابق روني معنا، وهلا عنا ياسر. كيفك ياسر؟ تمام. شو الدربكة ما دربكة؟ أيمتى بلشت العلاقة مع الدربكة؟ من أنا وصغير، يعني كان عمري شي 7 أو 8 سنين. فكنت أعزف على الكرسي على الطاولة، لاكتشفوا أهلاتي إنه عندي هيدي الموهبة ونموا لي إياها. وسجلت بالكونسرفتوار الوطني وتعلمت. هلا بعدك عم تعلم بالكونسرفتوار؟ هلا تقريبا صرت على النهايه يعني. وكل قد بتتمرن؟ قد بدك وقت تمرين؟ حسب ما يكون المزاج. يعني احيان كل يوم، احيان كل 3 ايام، حسب. وبالبيت الناس بيقولوا لك انه طوشتنا وقت الدربكه اما ما في منها. هون احنا مسايب بيتنا ما في حد، كتير جيران يعني باخذ راحتي. انا برايي اهلك بس، يعني سافا اذا جيران بعاد، بس اهلك شو بيقولوا؟ تعودوا خلص. يعني بيقولوا لك جيب هالدربكه وبلش دق. يمكن هيك مثلا. اول شيء بحب اقول كمان ياسر قد ما انه برو بالدربكه ما قبل يدق على ستول لانه بتتحرك معه. بقى طلبنا منه، نحن هو الموديلات 2013 تجمع مساحه ما بده اياها، بده وحده تجي بيزك موديل سيدا، مشان هيك قعدنا على الكرسي ومبين اقصر منها، بس ياسر طويل بيطلع مترين و10. اذا بدكم توقف جرب. قال لهم يعني قعدوا قطوا اقصر، اذا ملاحظين في فرق بالطول، بس لوضح شغله. ياسر 93 ضرب 10 قد ايه؟ بقى هلا كمان على الدربكه عندي سؤال دايما بيحيرني بالدربكه، فيك تمسكها شوي؟ بدي اعرف في عندها نوتات الدربكه؟ اكيد. فيك تفرجينا اياهم اياهم يعني؟ هيدا اول نوت؟ في كثير نوت، يعني في عندك دوم، عندك في لها دو و... لا مش دو ري مي فا صول لا سي، بيجوا نوتاتها غير دوم تاك، في اشياء كثير صار يعني في دوم وتاك؟ في دوم في تاك في ساك في نقش في كم بدها وقت لحدا يتعلم، اما لانه بتلاحظ اكيد ما فيك تصير بروفيشنال بسرعه. طبعا بدها متابعه وممارسه وتمرين. بتعتبر حالك بروفيشنال؟ انه منيح يعني. على شو بتقيم حالك كمستوى دربكه؟ في عند بسمع غيري اكيد، ماني احسن واحد، بس انه بعتبر مستواي منيح، بس اكيد يمكن في ناس احسن مني. طيب مرتاح بالقعده ياسر هلا؟ مرتاح. فينا نسمع نشوف لعبك كيف؟ في عندها اسم المعزوف اللي راح تدقها؟ لا معزوف هيك انا عاملها. انت عملتها تقريبا ارتجالي شغلة يعني. اوكي خلينا نسمع. رولا ممنوع ترقص، انا ما راح ارقص. يلا.
اخذ عنك بس. عن جد بتلاحظي ليه كنت عم تفوت ايدك من ورا؟ شيء تلعب بالصوت. تلعب بالصوت، بس لاحظت انه في نوتات عم بسمعها بالدربكه مش سمعها قبل بحياتي. يعني كيف هيدا؟ هلا في اشياء يعني انت بتعملها ما بتكون انه موجوده او منوطه كنوت، بس انه على التمرين او شيء بتصير يعني انت تخترع حركات مش ضروري تكون هي موجوده. وما يعني وقت في عندك الاستاذ تبعك بيقول لك غلط اما صح اذا عندك شي حركه او بيقول لك لا منيح؟ هلا بالكونسرفتوار لا، يعني لازم تتأيد باللي بيعطوك اياه ولازم تتأيد بالنوتس، ما فيك تعزف شو ما بدك، عرفت كيف؟ يعني مثل كانه بنص وعم تقرا. صح، ما فيك تحط كلمه محل كلمه، وهيك نفس الشيء. وفي عندكم عامل شي حفله؟ عامل شيء؟ اكيد بطلع حفلات، بس انه عادي يعني. هيك بتحب تكملها بعدين؟ يعني مش تتخصص دربكه بس تتركها كهوبي كل حياتك؟ هلا هي هوبي من الاول يعني. معقول تمتهنها يعني تصير تعملها شغلتك وعملتك؟ لا هلا ما بقى فينا هالايام نعمل الموسيقى شغلتنا بصراحه، لانه ما كثير بتطعم الخبز يعني، بس هي هوايه واكيد يعني انا بحبها. تاخذ الدربكه معك دائما اذا عندك شي حفله، شي عشاء، شي شغله انه تلعب لاصحابك؟ او تستعمل دائما الطاوله والكرسي؟ لا لا هلا خلص. بحسك بتدق اكثر ما بتحكي يا زلمه. بحسك بتدق اكثر ما بتحكي. لازم الدقي. لا عن جد يمكن كثير بحب الانسان. في ناس الناس بيعبر كمان بتعبر عن مشاعرك اوقات على الدربكه، يعني اذا بتكون معصبه او فشة خلق. يعني فشة خلق بتحسها؟ صحيح. كل واحد عنده فشة خلق. فشة خلق تبع ياسر الدربكه. فشة خلقك شو؟ انت. هلا يعني ياسر كان اليوم معنا ثاني متسابق، تعرفت على ياسر اكيد، سمعتوه عم بدق، عن جد لعب كثير حلو. اكتشفنا نوتات جديد ياسر معك، اكتشفنا الدربكه بتطلع اصوات ما كنت سمعهم قبل، وان شاء الله تكونوا حبيتوه اكيد. ثاني متسابق معنا. هلا تننتقل للمرحله الثانيه. رولا قشطتني وراء، كان لازم يكونوا معي بس قشطتهم بيبي رولا لتلعب فيهم. بقى رح هي تستلم كل شيء، هي رح تصحي. بقى شو رح يصير؟ عندنا كم ورقه رولا؟ عندنا واحد اثنين سبعه. سبع ورق. عندنا سبع ورق معنا. رح نسحب اسمين، اسم اسم اسم، نسحب الناس على السات، نسحب ياسر، اسحب انا رولا، تسحب الشاف، يسحب عماد، يسحب كمالان، يسحب اشرف، يسحب كله رح يسحبوا. ينقوا اسمين باسمين، كل اسمين رح يطلعوا مع بعض، رح تقولوا رولا، رح يتنافسوا ضد بعض بالحلقه الجايه. يعني حسبي طلع لنا لنحسب جون والي، جون والي رح يلعبوا ضد بعض، يتنافسوا سوا، يتنافسوا ضد بعض، بننقي واحد بيناتهم. بيرجع رح يبقى لنا اسم واحد بس، ما دامهم سبعه رح يطلع لنا ثلاث جروبات. اوكي. واسم واحد، هذا الاسم الواحد عم نترك لكم مجال بعد مره واحده تتسجلوا معنا، تبعتوا لنا ايميل اذا بتعرفوا حدا بيعرف يلعب دربكه، حدا بيلعب دربكه، حدا بيهمه هالكومبيتيشن ليتوج ملك الدربكه بعالم الصباح. اوكي. واكيد بيطلع بيلعب مع اخر شخص بيطلع اسمه الوحيد. هلا ماكس 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 اذا ما حدا رولا تطلع دربكه طبعا. لا بلش رولا صاحب الناس. يلا بليز بلش معك جان، بيطلع لك بما انه هي الفقره لك. يلا تفضل. جورج بورعد. جورج بورعد اول اسم. اشرف او شيف مازن بليز. هلا امتى بصير السحب اللوتو؟ معنا عنا مارك عبد الله حب الله. مارك حب الله رايه ما بتعرف. فاذا عنا مارك حب الله وجورج بورعد اول متسابقين معنا. اوكي. يوسف ومسلم. هذا اول حدا بثاني جروب. بليز استاذ عماد بتشرفنا وبتسحب كارت، الله يخليك. عماد مدير المسرح بدله يبهدلنا كل يوم،
ان ما نكون رايقين ومثل ولاده رح اترك ما بعرف. جان جورج مخلوف، عندنا جان جورج مخلوف مع يعني يوسف مسلم وجان جورج مخلوف. اوكي خليهم ورا بعض مشان ما تخربط. بعد في عندنا انا بسحب، ليش تم اسحب؟ طب انا جيمي حداد. انا جيمي حداد. انت جيمي حداد، انا جون، شرفنا. اوكي في عندنا عمر، تفضل. ذا كاميرامان جوناثان جيرمينوس. اوكي مع جيمي حداد. جوناثان جيرمينوس وجيمي حداد، وبيبقى يلي انا رح يكون جورج كعدي. انا وياه جورج كعدي. جورج كعدي اذا حدا بحس حاله فيه يتنافس معهم بيكون المستوى، في يتصل فينا اكيد على الايميل اللي عم يقطع او على رقم التليفون او على تويتر او على فيسبوك يقول لنا انه هو بده يتسابق معنا، ونحن رح ناخذ اول ايميل بيجي معنا، اول شخص بيتسجل هلا معنا رح ناخذه يلعب يتنافس مع جورج كعدي. اكيد مسابقات جوائز اي ميم، واكيد في عندكم التايتل بيتوج رئيس ملك دربكي تعالى ملك الصباح. الدربكي بعمل ملك الدربكي، واكيد في له جائزه وبيطلع له كمان كيلو معمول من عند البابا. كون هون احد طبعا الا ما يطلع له شيء طيب، يطلع له شيء طيب. ايه ياسر، بحب وجه شكر اكيد للاستاذ يلي تعب معي وعلمني، الاستاذ فريد بوسعيد، وطبعا للاساتذه الكبار يلي نحن بنفتخر فيهم انه يكون عندنا هيك اساتذه بلبنان، الاستاذ طوني عنقه والاستاذ الي الفخي. ميرسي ياسر، ميرسي اكيد متشكر ياسر كمان، متشكر متشكرك لك كمان على هالكومبيتيشن والاجواء اللذيذه اللي عم تعيشنا اياها كل نهار احد. و كم احد بعد عندي مايك بس انا بعد عندك الاحد الجاي ما تعتلها على قلبك. فاذا رح نتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها بدنا نروح ونطير على المطبخ عند الشيف مازن تنكفي المعمولات ونشوف وين صاروا وناكل الاكلات الطيبه. خلوكم معنا ما تروحوا لبعيد.